طبعا يمكن راح تتفاجئ انت والسادة المشاهدين انه اكو لغط صار حول موضوع قانون العفو العام. الكل يتبادر في الاذهان انه قانون العفو العام راح يصدر قانون جديد ويشمل ابنائهم وابائهم وعوائلهم وغيرها، واخذ صدى واسع في التواصل الاجتماعي، لكن هو ليس بهذه الفكره. قانون العفو العام لسنه 2016 اصبح نافذ يوم 25/8/2016، يعني يوم 26 ما يشملهم، اللي يرتكب جريمه يوم 26/8/2016 ما ينشمل، من 25/8 ونزولا ينشمل، ولكن باستثناء بعض الجرائم، جرائم المتاجره بالاسلحه الكاتمه، جرائم المتاجره بالاثار، مجموعه جرائم من ضمنها الجريمه الارهابيه. عرفوا الجريمه الارهابيه كل فعل ادى الى الوفاه او عاهه مستديمه او كل من قاتل القوات المسلحه او قام بتخريب مؤسسات الدوله يعد ارهابيا وغير مشمول بالعفو العام. فانتهى الموضوع وراح. الان السيد رئيس الوزراء في برنامج الحكومي توعد انه يعدل هذا القانون، بيعدل انه جريمه الانتماء الى التنظيمات الارهابيه. هسه واحنا عرفنا الجريمه الارهابيه، لا، اكو جماعات انتموا الى التنظيمات الارهابيه، شأنهم شنو بهذا الموقف؟ يعتبرون ارهابيين ام غير ارهابيين؟ يشملون بالقانون ام ما يشملون؟ هذا التعديل اراد اضاف هذه الجزئيه، عرف التنظيمات، قال في اذا تلاحظ بجدول الاعمال يذكر في عجز الماده الرابعه الفقره الثانيه اللي هي ذكرناها الجريمه الارهابيه باستثناء من قام بقتل القوات المسلحه.